بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كنا قد تكلمنا عن منهج علماء الأشاعرة في الأسماء والصفات، وذكرنا أن الأشاعرة نهجوا في مسألة الأسماء والصفات منهجا توقيفيا، أي أن هذه الأسماء لا تعرف إلا عن طريق الشرع بالكتاب والسنة. لكن الأشاعرة أن الأشاعرة في مسألة الأسماء لما وجدوا المعتزلة نهجوا منهجا خاصا بهم في مسألة هذه الأسماء التي اعتبروها حادثة وليست بقديمة، واعتمدوا على الدليل العقلي المجرد المستمد من الاشتقاقات اللغوية، أي أن الاسم مشتق من وسم يسم سمة، والسمة هي العلامة في الأسفل، وبذلك قالوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى حادثة وليست بقديمة. فرد عليهم الأشاعرة بنفس السلاح، حيث فندوا زعمهم بأن الاسم غير مشتق من وسم يسم، بل الاسم مشتق من سما يسمو سموا، والسمو هو الأعلى. ولذلك توصلوا إلى معرفة الأسماء أسماء الله عز وجل عن طريق الشرع، فلهذا كانت معرفتهم للأسماء معرفة توقيفية وليست توفيقية، فكان الاسم هو المسمى غير التسمية. واجتهد علماء أشاعرة وخالفوا أبا الحسن الأشعري وهم الغزالي والرازي، الذين قالوا بين هذه الأسماء الثلاثة هناك ليست مترادفة، بل الاسم ليس هو المسمى وليست هي التسمية، فقد أخذوا بقول المعتزلة. لكن جمهور علماء الأشاعرة بأنهم لا يفرقون أنهم يفرقون بين الاسم والمسمى، فكان الاسم والمسمى مترادفين. ثم عندما سلك علماء الأشاعرة في معرفة الصفات قالوا أن صفات الله عز وجل توقيفية كذلك، أي أنها موقوفة على الشرع من الكتاب والسنة والإجماع. ونهجوا نهجا خاصا بهم حسب الحكم العقلي، أي الصفات الواجبة في حقه تعالى والصفات المستحيلة في حقه تعالى والصفات الجائزة أو الممكنة في حقه تعالى. ولذلك كان تعريف الواجب هو الذي لا يتصور العقل انتفاءه، والمستحيل هو ما لا يتصور العقل وجوده، والممكن هو ما يتصور العقل
وجوده وعدمه. ولهذا سلكوا هذا المنهج، أي قسموا الصفات حسب الحكم العقلي، أي ما هو واجب في حقه تعالى، وهي 20 صفة. منهم صفة نفسية، وخمس صفات سلبية. الصفة النفسية هي الوجود، والصفات الخمس الصفات السلبية الخمس، وهي القدم والبقاء والوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، أو ما يسمى بالغنى المطلق. وهناك سبع صفات معنوية لا تعرف إلا بالتفصيل عن طريق القرآن والسنة، وهي سبع صفات المعاني وسبع صفات معنوية. والصفات السبع، أي سبعة صفات معاني، هي صفات قديمة بذات الله عز وجل زائدة عليه، وهي صفات وجودية. لهذا قال أبو الحسن الأشعري إن هذه الصفات ليست عين الذات أو عين الذات، بل هي زائدة عن ذات الله عز وجل. وهذه الصفات، صفات المعاني السبع، هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. لهذا جعل علماء الأشاعرة لهذه الصفات السبع لها تعلقات، أي قسموا هذه الصفات إلى قسمين. هناك صفات يقوم عليها الدليل، وقسموها إلى قسمين. القسم الأول الصفات العقلية وضوابطها، تصديق وضوابطها المتعلقة بتصديق المعجزة، وهي أربع: القدرة والإرادة والسمع والحياة. لأن المعجزة لا تعرف إلا عن طريق هذه الصفات الأربع، وهي وتعرف عقليا، أما النقل لا تعرف إلا على وجه التأكيد فقط، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالادعاء على صدق النبوة. فلهذه الصفات الأربعة هي التي تدل على صدق النبوة. ثم هناك قسم الثاني ضوابط نقلية، وهذه الضوابط النقلية لا تتعلق بالمعجزات، لا تتعلق بالمعجزات، وهي السمع والبصر والكلام، ولا تعرف إلا عن طريق النقل. ثم قسم علماء الأشاعرة هذه الصفات إلى تقسيم آخر حسب التعلق وفق الحكم العقلي، أي ما يتعلق بالممكن وما يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن، وما يتعلق بالموجود والحياة لا تعلق لها. في التعلق الأول
الذي له تعلق الصفات المعاني التي لها تعلق لها علاقة بالممكن، هذه الصفات التي ذكرنا وهي اثنين، الإرادة والقدرة. فالقدرة لها علاقة بالممكن من حيث الإيجاد والعدم، والإرادة لها تعلق بالممكن من حيث التخصيص. وصفات المعاني التي لها علاقة بالواجب والمستحيل والممكن هما صفتان، صفة العلم وصفة الكلام. فصفة العلم صفة قديمة ملتصقة بذات الله عز وجل زائدة، صفة قديمة بذات الله عز وجل زائدة عنه، لها تعلق، تعلق انكشاف أي عن طريق صفة العلم تنكشف فيها الأمور الموجودة والمعدومة. وصفة الكلام لها تعلق بالواجب والمستحيل والممكن، تعلق دلالة. وصفات الموجودات أو صفة الوجود، صفة الموجودات تتعلق بها صفة السمع وصفة البصر. وصفة السمع والبصر تتعلق بالمعدومات، العفو، تتعلق بالموجودات، سواء كان هذا التعلق صلوح قديم أي المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، أو كان تعلق تنجيزي من حيث إيجاد هذا الموجود أو إعدامه. ثم بعد ذلك نتكلم في هذه المحاضرة على صفة الأفعال. وقد سميت بصفة الأفعال أو الصفات الجائزة في حقه تعالى أو الصفات الخبرية. وصفة الأفعال هي صفة، هي تلك الصفة التي تكون خارجة عن الذات واشتقت من وصف خارج عنها، تكون سبحانه وتعالى خالقا أو رازقا، فإنها مشتقة، الخالقية مشتقة من الخلق والرازقية مشتقة من الرزق. وبذلك يراد بالصفة الفعلية تلك الألفاظ الدالة على صدور أطر من آثار قدرته سبحانه وتعالى. وقلنا سابقا على أن القدرة لها تعلق بالممكن من حيث الإيجاد، فلهذا صفات الفعل لها علاقة بصفة القدرة. فكل صفة ترجع إلى تعلق قدرته تعالى بالممكن لذاته تسمى بصفة الأفعال. ولأنها هذه الصفات خارجة، خارجة عن ذات الله، خارجة عن ذات الله عز وجل، وأنها مشتقة، وكذلك على أنها ألفاظ دالة على أطر من آثار قدرته سبحانه وتعالى، تكون هذه الصفة الفعلية صفة اعتبارية أو إضافية، لأنها تعرض للقدرة عند تعلقها بالمقدورات في أوقات وجودها، ولا محظور من اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإضافات في هذه المسائل، ككونه قبل العالم أو معه أو بعده، لأن هذه الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لها
في الخارج، فهو سبحانه وتعالى كان قبل العالم وبعد خلق العالم، ويكون بعد فناء العالم. فالجائز في حقه تعالى كل فعل قضى العقل بإمكانه في الوجود والعدم، ولهذا كانت صفة الفعل راجعة إلى تعلق قدرته بالمقدورات إيجادا أو إعداما، لأن الجائز في حقه تعالى وهو خلق العالم، وجائز في حقه تعالى وهو بعثة الأنبياء والرسل، وجائز في حقه تعالى الجنة والنار والموت والحياة. فهذا الجائز من حيث هو جائز لا يكون إلا حادثا، ولهذا عندما قلنا صفة الأفعال أي ما كان خارجا عن الذات، واشتق من وصف خارج عنها، فلذلك لم تكن هذه الصفات لا عين ذات أو ليست بعين ذات. وهذه الصفة الممكنة العقل يقضي بصحة وجودها وعدمها على السواء، أما باعتبار العوارض الخارجية لأن الممكن أو الجائز في حقه تعالى يصير واجبا ولا يتصور العقل عدمه كإيمان الأنبياء والرسل، فهذا قلنا ما هو ممكن في حقه تعالى وهو بعثة الأنبياء والرسل، وقد يصير هذا الممكن واجبا لأن الله اطلع على أنبيائه في عالم العدم، وأن هذه وأن الأنبياء لهم إيمان، فإن إيمان الأنبياء هو واجب في حقهم، وانقلب هذا الممكن إلى واجب لأنه لا يتصور العقل عدمه، أو أن علمه الأزلي قد تعلق بوجود هذه الأمور أو عدم وجودها وهو لا يخلف وعده، فقد اطلع على إيمان الأنبياء والرسل، واطلع على إيمان أبي جهل وكفره، فهذا ما هو ممكن في حقه تعالى، لكن يكون هذا الممكن واجبا كإيمان الأنبياء والرسل وككفر أبي جهل، لأنه سبق في أزله وعلمه سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها. والجائز المتعلق بقدرته سبحانه وتعالى تشتمل على جميع الممكنات كخلق العالم وما فيه، تكلمنا عن بعثة الأنبياء والرسل والإفقار والإغناء والعلم والجهل والتواب والعقاب. هناك لابد أن نطرح سؤالا، سؤال هل صفة الفعل قديمة أو محدثة؟ الجواب أن هناك فرق كلامية اختلفت في هذه في هذا المجال. هناك المشبهة الذي نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى صفة الوجه، صفة اليدين، وكان هذا التشبيه تشبيها حقيقيا كتشبيه البشر، ومستندهم الآيات التي توهم التشبيه، مثلا يد الله فوق أيديهم فقالوا إن لله يد، فهم مشبهة ومجسمة. هناك الموقف الفريق الثاني هو موقف
الحنابلة الذين جنحوا إلى عدم الخوض في تأويل القرآن ونصوص الحديث والاكتفاء بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ومشابهة للحوادث. وفعلا لهم دليلهم على ذلك، لهم آثار كثيرة، منها الآثار المروية عن أم سلمة رضي الله عنها في مسألة الاستواء التي قالت: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ونقل عنها الإمام مالك رحمة الله عن هذه القولة في مسألة الاستواء عندما قال كذلك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ولهذا المعتزلة قالوا بتأويل صفة الأفعال، وكان هذا التأويل عندهم ليس تأويلا علميا بل هو تأويل عن هوى منبثق عن نزعة بشرية. وهذا الطرح، أي طرح المعتزلة، يطرح مشكلة دقيقة. إذا كانت هذه الصفة محدثة، يعني ذلك أن الله قبل خلقه أفعاله وإيجاده العالم والإنسان لم يكن متصفا بهذه الصفات. تعالى الله عما يقولون. لهذا نجد الرازي في كتابه القيم لوامع البينات صفحة 27 يقول بالحرف، يقول: لو كانت صفة الخلق قديمة، لو كانت كما يقول المعتزلة، يقول: لو كانت صفة الخلق قديمة لكان المخلوق قديما. وهذا ما يتوافق مع أصول المذهب الاعتزالي الخمس المبني على التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. والعدل، إذن يقول: لو كانت صفة الخلق قديمة لكان المخلوق قديما، وإنما يسمى الله خالقا بعد أن يخلق المخلوق، إذ المفهوم من الخلق لا يتأتى إلا عند وجود المخلوق. فقد نقل الرازي قول المعتزلة الذين يقولون أن صفة الخلق لو كانت صفة الخلق قديمة لكان المخلوق قديما، والقديم هي صفة قديمة قائمة بذات الله عز وجل زائدة عن ذاته. ولهذا جعل المعتزل الخلق صفة إضافية، صفة إضافية، فلا يتسنى وصف الله سبحانه وتعالى بالخالقية إلا عند وجود الخلق. أي في رأيهم أن الله لم يتصف بصفة الخالقية إلا بعدما خلق الخلق، فأصبح يتصف بصفة الخلق. أما قبل خلق الخلق فإنه سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة الخالقية. ولهذا الرازي رحمه الله وسائر المعتزلة لا يوافقون رأي المعتزلة
حيث يرون أن كونه تعالى خالق أمر ثبوتي لا إضافي كما تدعي المعتزلة، وأن الخالقية صفة لله صفة للخالق مستقلة عن وجود المخلوقين، وبذلك وجب أن يكون الخالق متصفا بصفة الخالقية لوجود المخلوق. فلهذا الله سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين، مع أن التملك ليوم الدين قائم بالفعل حتى تقوم القيامة ويكون يوم الدين. فصفات الله سبحانه وتعالى يتصف بها قبل إيجاد الأفعال وخلق العالم، ولا يقصر الفعل الإلهي على الفعل الإنساني، لأنه لا قياس مع وجود الفارق. وأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تكون لأجل أغراض، ولا يجوز أن يفعل الحق سبحانه وتعالى شيء لغرض، خلافا للمعتزلة التي تقول على أن أفعاله سبحانه وتعالى معللة، فكل شيء صنعه الله لا علة لصنعه. بذلك لا يجب أن تكون أفعاله معللة عند الأشاعرة، وتكون أفعاله معللة عند المعتزلة، لأنهم يوجبون اللطف والتواب، والله قادر على إيصال ما يصل بدون لطف ما دام ذلك ممكنا. لهذا رد الأشاعرة على المعتزلة بأنه لا مجال للحكم العقلي عن أفعال العباد بالتحسين والتقبيح. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو منهج الأشاعرة في الصفة الفعلية؟ منهجهم في الصفة الفعلية هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة وعن المكان. لهذا استعملوا الحكم العقلي في الأسماء والصفات، وأولوا صفات الفعل. ومطلق التأويل عند الأشاعرة مبني على اعتقادهم أنه لا يجوز القول في القرآن، لا يجوز القول بأن في القرآن شيئا لا يعلم عند الراسخين في العلم، لأن رب العزة يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والسبب الذي حملهم على التأويل كما يقول الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 80، يقول بالحرف: وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق الباري سبحانه وتعالى. إذن أن الأشاعرة نهجوا التأويل العلمي ليصلوا إلى منهجهم، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان في صفة الأفعال. لأن التأويل قد عرف عند الصحابة، خاصة منهم ابن عباس الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. وعن ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليسمع من فم ابن أم عبد، أي من فم عبد الله ابن مسعود. لأن هؤلاء الصحابة تكلموا في آية الصفات وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها، وهما من أهل العلم بلغة العرب، ولهذا لم يعود
التأويل محظورا، كذلك أنه لا يجوز القول بالغامض على الراسخين في العلم بكتاب الله عز وجل، وهو يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأنه ليس بين المعلوم بين المعقول والمنقول تغاير في الأصول، بل إن التغاير يكون في الألفاظ واستعمال المجاز لغة العرب. لهذا يقول الزركشي في كتابه البرهان الجزء الثاني صفحة 80 يقول: وإنما قلنا، يعني الأشاعرة، لأن الزركشي أشعري، يقول: وإنما قلنا لا تغاير بين المعقول والمنقول في الأصول لما ورد بالدليل أن العقل لا يكذب ما ورد به الشرع، إذ لا يورد الشرع إلا ما يفهمه العقل، إذ هو دليل الشرع. وهذا الكلام الذي أورده الزركشي يوافق كلام الغزالي الذي قال على أن الشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل، ولا تعارض بين العقل والمنقول، ووصف العقل بالسراج، ووصف الشرع بالزيت، ولا يوقد السراج بدون زيت. هذا نهج الأشاعرة، هذا المنهج الذي كان هو منهج التوفيق بين العقل والنقل، لأنه لا تعارض بينهما. إذن استعمل الأشاعرة التأويل في صفة الأفعال لتنزيه، لأنهم وقفوا موقف وسط بين المشبهة الذين جسدوا ذات الله سبحانه وتعالى، وبين الحنابلة، وبين المعتزلة الذين قالوا بالتعطيل، فنهجوا منهجا وسطا، لهذا اعتمدوا على التأويل. والتأويل لغة هو إرجاع الشيء إلى أصله وحقيقته، والتأويل اصطلح عليه فقد استعمل بمعنيين. المعنى الأول: التأويل في لفظ السلف هو تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير مترادفين. الاستعمال الثاني وهو ما ذهب إليه الخلف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل، صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك بدليل يوجبه. إذن لهذا وضع المفسرون والأصوليون مجموعة من الشروط التي تساعد على التمييز بين التأويل المقبول والتأويل المرفوض والمذموم. بين هذه الشروط، الشرط الأول يقولون أن الظاهر هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لضرورة. الظاهر هو الأصل ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا لضرورة. الشرط الثاني أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه. الشرط الثالث أن لا يخالف التأويل أصلا شرعيا. الشرط الرابع أن يكون المتأول أهلا لذلك، أي لا بد أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد، أي أن يكون من الراسخين في العلم. ولهذا نجد مجموعة من المؤلفين قبل مجيء
أبي الحسن الأشعري في القرن الرابع الهجري، نجد ابن جرير الطبري أنه يقول بالتأويل، ولكن هذا التأويل المرادف للتفسير، الفرقة الثانية، فرقة السلف. ولهذا سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ويعتبر هذا التفسير، لأن ابن جرير الطبري توفي 310 هجرية، ويعتبر هذا التفسير من أهم التفاسير بالمأطور، أي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسير القرآن بالشعر القديم، وكذلك تفسير القرآن بالقراءة الشاذة. ونجد ابن قتيبة يؤلف كتابا سماه تأويل مشكل القرآن، أي أن التأويل المحمود كان قبل الخلف وقبل مجيء أبي الحسن الأشعري، حيث انتشر في هذه المرحلة، مرحلة ابن جرير الطبري وابن قتيبة، انتشر في هذه المرحلة مرحلة التأويل والتفويض، فكان المتشابه في الصفات محل خلاف بين العلماء. لهذا نجد الزركشي أنه يقسم التأويل أو المذاهب التأويل إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري النصوص على ظاهرها ولا تؤول شيئا منها وهم المشبهة. الفرق الثاني أن لها تأويلا ولكنها تمسك عنه، هم السلف أو الحنابلة، سلف الأمة، أي أن لهم تأويل، وهذا التأويل تمسك عنه وتقول أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. الفرق الثالث وهم الخلف أنه مؤول أول الصفات على ما يليق بها، فإذا يكون الفريق الثاني وهو فريق الحنابلة أو ما نطلق عليه لا 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 طريق السلف، أن تأويلهم مبني على الإمساك وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وقالوا أن الله قد استعطر بهذه الأمور وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا التفويض تأويل لأن فيه الإمساك، وأرجعوا هذا الشيء إلى الله عز وجل. أما الفريق الأول الذين قالوا أنه لا مدخل للتأويل فيه، بل تجري هذه النصوص على ظاهرة، الذين هم من المشبهة، فإنهم لا نعتبرهم مؤولة، بل نعتبر الفريق الثاني الذي هو السلف أهل التفويض والخلف المؤولة وهم الأشاعرة. لهذا نجد الزركشي قد ذكر الحنابلة وذكر الأشاعرة ولم يتكلم عن المعتزلة، لأنهم ليسوا من أهل التأويل، لأنهم لا تتوافر فيهم الشروط التي ذكرناها سابقا. ولهذا نقل الإمساك عن أم سلمة كما سبق حينما سئلت عن الاستواء، فقالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة،
وسئل كذلك مالك فأجاب بما قالته أم سلمة. ثم ذكر الزركشي حيث قال: ممن نقل عنهم التأويل علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وهذه إشارة إلى حصول التأويل في عهد الصحابة. إذن فيكون الفريق الأول لا يعتبر من المؤولة وهم المشبهة، والفريق الثاني وهم الحنابلة فهم المشبهة، لكن هذا هم مؤولة، لكن هذا التأويل يعتبر بمثابة الإمساك مع التنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. اختاره مجموعة من الفقهاء والمحدثين. أما الأشاعرة فقد اختارت التأويل، ولهذا قلنا أن موقف الصحابة من التأويل قسمان حسب الإمام الزركشي. قسم تمثله أم سلمة وهو موقف الإمساك، ونقل عن الإمام مالك رحمة الله عليه كذلك. وقسم يمثله علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس. فالسلف أو الحنابلة أخذوا بالرأي الأول وكان مناسبا للمرحلة الزمنية، وهو كلام أم سلمة وكلام الإمام مالك. الخلف من الأشاعرة أخذوا برأي الصحابة الذين أولوا وهم علي بن أبي طالب، وكذلك على عبد الله بن عباس وابن مسعود. لهذا الزركشي جعل التأويل نوعين. النوع الأول سماه بالتأويل الإجمالي، هو ما يسمى عند العلماء بالتفويض. فالغالب على أصحاب هذا الرأي أنهم لا يؤولون صفة الأفعال تأويلا إجماليا، وذلك لأن أصحاب هذا الرأي أنهم يؤولون صفة الأفعال تأويلا إجماليا، وذلك بالإيمان به والاعتقاد أن لها معنى يليق بجلاله وعظمه سبحانه وعظمته سبحانه وتعالى. القسم الثاني وهو التأويل التفصيلي، ويمثله مذهب الخلف الذين يؤولون تفصيلا وفق ما تقتضيه لغة العرب ولا يحملونها على ظاهرها. فالضرورة الملحة هي التي ألجأت الأشاعرة إلى هذه التأويلات دفعا أو دفاعا على هذه العقيدة من افتراءات المبطلين والمجسمين. لهذا نجد أبا بكر بن فورك الذي توفي في 406، صاحب كتاب مشكل الحديث وبيانه، وكذلك نجد أبا بكر الباقلاني الذي توفي في 403، المالكي الأشعري الذي أسس هذا المذهب ونقحه قعاد قواعده وبنى بنيانه وأسس أسسه وألف فيه مؤلفات كثيرة، وهو مالكي وكان عالما فدا يلجأ إليه العلماء من كل صوب وحدب، وهو الذي سعى إلى نشر العقيدة الأشعرية بين علماء المالكية في الفروع. هؤلاء أي أبو بكر بن فورك وأبو بكر الباقلاني سعوا إلى توسيع مجال التأويل، فأولوا معظم الآيات خاصة منهم الأحاديث المتشابهة. لهذا كانت هناك مقولة
للأشاعرة الذين قالوا نحن نؤول ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التعطيل. نحن نؤول إلى نؤول ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التعطيل، ونفوض ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التجسيم والتمثيل. ولذلك كان الأشاعرة مؤولة ومفوضة وفق كلامهم، حيث قالوا نحن نؤول ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التعطيل، أي أدى بهم المعتزلة هم الذين أدى بهم التأويل إلى التعطيل، ونفوض ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التجسيم والتمثيل كما ذهب إلى ذلك المشبهة والمجسمة. فنعطي نماذج من تأويل الأشاعرة لصفات الأفعال، فلذلك أنهم أولوا كثير من الصفات، من صفات الأفعال، صفة الاستواء، صفة الإتيان، صفة المجيء، صفة النزول، صفة الرضا، صفة الغضب، صفة العلو. فنهوا ونفوا كل هذه الصفات التي توحي إلى الجهة والمكان، فأولوها تأويلا لغويا، لأن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، أما عند ابن تيمية فإن اللفظ لا يحتمل إلا الحقيقة فقط ولا يحتمل المجاز، ولهذا ذهبوا إلى التأويل. أما الأشاعرة فإنهم يعتبرون اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فأولوا بناء على اشتقاق أول صفات الأفعال بناء على اشتقاقات اللغوية، لأن اللغة العربية هي المعجزة الكبرى التي تعتبر معجزة من معجزات القرآن الكريم، لأن الله يعطي لكل نبي معجزة توافق عصره. عيسى أعطاه معجزة أنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يحيي ويميت، لأن عصره كان يسوده الطب. موسى عصره كان يسوده السحر، فأعطاه معجزة العصا التي تنقلب من عصا إلى حية أو إلى أفعى تلتقم ما حولها، لأن عصره كان يسوده السحر. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عصره يسوده تسوده الفصاحة والبلاغة، فأعطاه معجزة القرآن التي تتجلى في اللغة العربية. ولهذا الأشاعرة ذهبوا إلى نفي علو الله على خلقه في كثير من الآيات، كقوله تعالى في سورة الأنعام هو القاهر فوق عباده، أي الفوقية، هو القاهر فوق عباده. إذن والفوقية توحي إلى الجهة والمكان والتحيز، فلا بد للأشاعرة أن يؤولوا هذا اللفظ. كذلك في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، بالنسبة لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فكان المراد عند الأشاعرة بالعلو وهو العلو بمعناه اللغوي بالقهر والتدبير وارتفاع الدرجة بالصفة إلى غير ذلك من هذه الاصطلاحات اللغوية، وهذا ما ذهب إليه ابن فورك في كتابه مشكل الحديث صفحة 193. كما أول الأشاعر الآيات التي تنص على فوقية الله على عباده، فقالوا إن الفوقية هنا فوق السماء، إنه فوق السماء إنما هي على معنى فوقية الرتبة، فوقية الرتبة والمنزلة والعظمة
والقدرة. وهذا ما ذهب إليه ابن فورك في كتابه مشكل الحديث صفحة 195. وقال كذلك بعض الأشاعرة المراد بالفوقية في هذه الآيات الفوقية بالقهر والقدرة، وهذا ما ذهب إليه الرازي في كتابه المهم أساس التقديس صفحة 185. وكذلك يقول الإيجي في كتابه المواقف أنه سبحانه وتعالى ليس في جهة وليس في مكان، ولهذا خالف المشبهة الذين خصصوا الله سبحانه وتعالى بجهة الفوق. لهذا كان الأشاعر الذين ردوا على المشبهة بنفس السلاح وأولوا هذه الصفة التي توحي بالتجسيم والتمثيل إلى صفة أخرى تنفي عن الله سبحانه وتعالى الجهة والمكان. فكذلك أول صفة الاستواء كقوله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فأنكر الأشاعرة أن يكون الله مستويا على عرشه، وقالوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر. ولماذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ تكون فائدة التخصيص بذكر العرش للتنبيه على أنه أعظم المخلوقات، أي أن كرسيه أعلى من المخلوقات التي خلقها الحق سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الرحمن على العرش، أي خصص العرش، أي أنه استوى على عرشه. فإذا كان هذا العرش هو أول ويدل على أنه ذكره وخصصه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لأنه من أعظم المخلوقات. كذلك فسروا قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم المجسمة، قالوا أن لله يد. الحنابلة قالوا أن لله يد بدون كيف وبدون تمثيل إلى غير ذلك من المسائل. الأشاعرة أنهم أولوا اليد التي تفيد الجهة والمكان، وقالوا على أن المراد بها هي القوة أو الكرم. كذلك ذهب الأشاعرة إلى تأويل الأحاديث المتشابهة كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على صورته. إذن المجسمة وقفوا على هذه الحديث فقالوا إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورته على ذاته، تعالى الله عما يقولون. لكن الضمير هنا على صورته راجع إلى آدم، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته من اللحظة الأولى التي أوجده الحق سبحانه وتعالى فيها، أو على هيئته التي كان يتمتع بها، أي أن الله خلق آدم على صورته الآدمية. وكذلك قال الأشاعرة في الحديث الآخر الذي أورده مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا تأمل هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. ما معنى فليتجنب الوجه؟ أي فليكرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة آدم، فإن الله خلق آدم على صورته. والضمير هنا عائد على صورة
على عائد إلى ذات الله تعالى، عائد إلى ذات الله تعالى. والروايات التي سنوردها التي تبين لنا هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فإذا قلنا هنا الصورة فإننا نكون قد جسمنا الحق سبحانه وتعالى، فأصبحت ذاته سبحانه وتعالى جسما وصورة وذاتا مركبة، وهي في حيز وهي في مكان، والله سبحانه وتعالى منزه على هذه الصفة، على صفة النقص. ولهذا كان من علماء الأشاعرة هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان في صفة الأفعال. لهذا لما فسروا هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن قالوا الصورة هنا بمعنى الصفة وليست الصورة، بمعنى الصفة، أي جهزه بصفة العلم والإدراك التي هي من صفات الله عز وجل، التي هي من صفات الله عز وجل. إذن هكذا نجد أن الأشاعرة في صفة الأفعال ينهجون المنهج الذي يعتمد على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة وعن المكان، فذهبوا إلى تأويل هذه الصفات تأويلا علميا دقيقا، وهذا التأويل محمود وليس مذموم، كما أن الحنابلة اعتمدوا على التأويل الإجمالي المتمثل في التفويض، والأشاعرة اعتمدوا على التأويل بالتفصيل الدقيق. ولهذا الأشاعرة هم مؤول من جهة ومفوض من جهة أخرى، مؤول من جهة حتى لا يؤدي بهم التأويل، أي قالوا نحن نؤول ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التعطيل كما فعل المعتزلة، ونفوض ما لم يؤدي بنا التأويل إلى التجسيم والتمثيل كما ذهب إلى ذلك المشبهة. فلهذا يكون علماء الأشاعرة مؤولة ومفوضة كذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.